بسم الله الرحمن الرحيم. ريف دمشق، بلدة بيت سحم. آثار الدمار في البلدة الذي خلفته العصابة الأسدية. دمار لبيوت المدنيين من تفخيخ للمباني وقصف بالدبابات وبالهاون وبراجمات الصواريخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. قصف ودمار لبلدة بيت سحم لما يتجاوز الشهرين ونصف، مع انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات وانقطاع مادة الخبز والطحين عن البلدة وحصار خانق من قبل عصابات الطاغية. حسبنا الله ونعم الوكيل. نشكو إلى الله ضعف قوتنا. كافة أنواع إصلاحات بشار الأسد موجودة ببلدة بيت سحم.